مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا اليوم في حلقة خاصة لتغطية آخر المستجدات للحالة المدارية في المنطقة الشرقية، وإن شاء الله سنكون على تواصل مع فرق ولجان الطوارئ في المنطقة الشرقية والجهات أيضا يعني ذات الاختصاص لمتابعة الحالة المدارية. حياكم الله معنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة، إليكم أهم العناوين. غزارة أمطار الخير والرحمة في المنطقة الشرقية. جهود متواصلة من الفرق والجهات المختصة بالمنطقة الشرقية. مركز الشارقة للتطوع يطلق مبادرة مساندون مدينة كلباء. في بداية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نتمنى السلامة للجميع وأيضا نشكر جميع الجهات المختصة في المنطقة الشرقية ومن ساندوا كذلك الجهات المختصة في المنطقة الشرقية، ونذكر أيضا يعني ونشكر كذلك المجتمع والوعي المجتمعي من قبل الأفراد في التزامهم وأيضا متابعتهم للحالة المدارية. إذن مشاهدين الكرام، نتابع معكم آخر المستجدات لهذا المنخفض في مدينة كلباء. ضعف المنخفض الجوي واستقرار الأجواء مساء اليوم. تفاصيل هذا الخبر. ذكرت الطوارئ والأزمات أن المركز الوطني للأرصاد الجوية يعلن من المتوقع استمرار وجود المنخفض الجوي على غرب الدولة ويضعف بشكل تدريجي خلال المساء والليل، مع استمرار فرص تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية من الدولة، وبشكل عام أيضا للحالة المدارية قد ضعفت عن يوم أمس. ولله الحمد يعني نطمئن الجميع ونطمئن الجمهور. اليوم إن شاء الله أيضا راح تكون هناك عندنا مكالمات مع أصحاب الاختصاص والفرق المختصة ليعني هذه الحالة المدارية. نطمئنكم مشاهدين الكرام، الحالة المدارية قد ضعفت في المنطقة وفي دولة الإمارات بشكل عام، وأيضا نطمئنكم أيضا أن الجهات المختصة تقوم بدورها بشكل كبير وبشكل متواصل، وهي تراهن على وعي الجمهور في مثل هذه الحالات وهذه الأجواء المناخية. هناك بعض الأماكن تضررت في مدينة كلباء، ولكن هناك ما زالت بعض الأماكن المميزة والجميلة في مدينة كلباء، ويعني الجميع مستمتع في الأجواء المناخية وأيضا بشكل عام في المنطقة الشرقية. فهذا ولله الحمد الفضل يعود إلى دور هذه الجهات المختصة ودور الجميع في مساندة الجهات، سواء كانت القيادات الشرطية في المنطقة الشرقية أو كذلك دور البلديات في المنطقة الشرقية أو أيضا المركز الوطني، وأيضا يعني دائما متابعتهم لآخر هذه التطورات وهذه المستجدات لمتابعة الحالة في المنطقة. يعني ولله الحمد تم إجلاء عدد كبير من الأسر التي يمكن أن تكون قد تضررت من بعض يعني مياه الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأمطار، فنحمد الله على هذه النعمة، نعمة القيادات الموجودة في المنطقة ومتابعة يعني حكامنا وشيوخنا الله يحفظهم لهذه الأجواء. مشاهدينا الكرام، كما ترون هذه أجواء المنطقة الشرقية يعني في هذه الفترة وفي هذه الأجواء الجميلة. فيعني ولله الحمد نعود ونقول لكم من جديد، تطمنوا في المنطقة الشرقية بأمان بفضل الجهات المختصة الموجودة فيها.
هذه هي أجواء المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام، أجواء جميلة وغائمة. وأيضا نعود ونذكر مشاهدينا الكرام، ندعوكم لتوخي الحيطة والحذر عند زيارة هذه الأماكن. مشاهدينا مستمرين معاكم في برنامج حديث المساء، وإلى خبرنا التالي أيضا بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. شرطة الشارقة تدعو إلى عدم التوجه للمنطقة الشرقية في الوقت الراهن. تفاصيل هذا الخبر، دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى الأخذ بالإرشادات والتوجيهات الأمنية حفاظا على السلامة العامة وعدم التوجه إلى المنطقة الشرقية في الوقت الراهن، مؤكدة جاهزية عناصرها الأمنية واستنفار أطقمها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية الاستثنائية. مشاهدينا نعود ونكرر، عدم التوجه إلى المنطقة الشرقية إلا للضرورة القصوى، فلنكن نحن عون للجهات المختصة، للجهات الأمنية، لفرق الإنقاذ في المنطقة الشرقية، فلنكن نحن أيضا مساندين لهم بالوعي. فنحن اليوم بحاجة إلى هذا الوعي من قبل المجتمع لنظهر بهذه الصورة المشرفة في مساندة الجهات ومساندة أيضا من يقوم على المتابعة والاستمرار في يعني متابعة الحالة المدارية وتواصل كذلك فرق الإنقاذ. مشاهدينا مستمرين معكم للتعرف على الحالة المدارية في المنطقة الشرقية، وأيضا لتطمينكم بشكل أكبر بهذه الحالة المدارية. راح تكون معنا إن شاء الله مداخلة مع المركز الوطني للأرصاد، راح ناخذ معكم هذه المعلومات من قبلهم، وراح تعرف معهم على يعني الأجواء وتعرف معهم على الطقس خلال الفترة القادمة. نرحب معكم المتنبئ الجوي عبد الله البحيري، مساك الله بالخير ويا مرحبا. مساك الله بالنور والسرور، مرحبتين وسهلا. حياك الله اخوي عبد الله. بداية يعني نحب او نود ان نطمئن الجمهور بحالة الطقس في المنطقة الشرقية. إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحمد لله الحالة قامت تخف، حالة عدم الاستقرار تدريجيا بتبدأ تخف من خلال الليل مع ضعف وتحرك المنخفض باتجاه الغرب واستمرار السحب الممطرة على بعض المناطق تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتنحصر فرص سقوط الأمطار في الأيام القادمة على تشكلات السحب المحلية بعد الظهر يوميا على بعض المناطق الشرقية. نعم جميل. طيب ما منسوب المياه التي سجلت في المنطقة الشرقية، وأيضا أكثر المناطق التي سجلت منسوب مياه؟ منسوب مياه كانت تتفاوت، يعني في مناطق سجلت من 20 للمية للميتين، بس أعلى كمية أمطار سجلت خلال هذه الفترة كانت في ميناء الفجيرة وكانت 234.9 مليمتر. جميل. طيب اليوم نحن نتحدث عن وعي الجمهور، وأنتم أيضا شريك في هذه يعني المتابعة وفي هذه الحالة المدارية، كيف ترون اليوم وعي الجمهور في متابعة الأرصاد الجوية ومعرفة حالة الطقس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني نتمنى من الجهور دائما التطلع على المستجدات اللي نحن نعطيها المركز الوطني للأرصاد، حيث نحن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار هذه التحذيرات الجوية، ودائما يعني تبتعدون عن الأماكن الودية وجيران الأودية، ودائما يعني الأشياء المتطايرة مع الهواء مع السحب هذه لازم تكون حفظ والحذر، يعني لازم تكون على وعي دائما مع المركز الوطني للأرصاد. جميل. طيب بالنسبة للبحر، كيف ترون اليوم حالة البحر في المنطقة الشرقية؟ حاليا البحر بيبدا ينخفض ان شاء الله من باكر، قصدي يعني بيكون من مضطرب الى متوسط الموج، من بعده بيكون خفيف ان شاء الله بعد الظهر باكر ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لتجمعات الامطار والوديان في المنطقه الشرقيه، بالتاكيد تتواصل الجهات وتتواصل الجهود لتوعيه الجمهور بيعني متابعه الاجواء في المنطقه، ولكن نود ان ناخذ منكم كلمه اخيره توجهونها للجمهور بحيث ان يتوخون الحذر في هذه الفترة، سواء كانت بالنسبة لتجمعات الأمطار أو أيضا بالنسبة للبحر. أيوة، أو إن شاء الله يعني دائما نحن دائما نوه دائما تتابعون نشرات التقارير الصادرة للمركز، وعدم تداول الإشاعات لأن تثير الهلع والرعب بين الناس، ونحن على مدار الساعة موجودين 24 ساعة عشان نوافيكم بآخر المستجدات. يعطيكم العافية وكل الشكر لكم أيضا على هذا الدور الكبير. دائما ما نتابع يعني حالة الطقس ونتطمن أيضا من حالة الطقس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا متابعتكم الحديثة ودوركم الكبير في متابعة الأجواء في المنطقة ودولة الإمارات بشكل عام. شكرا لكم.